تسلم جبل لبنان، تسلم جبل لبنان، يا بهجة الأوطان، يا بهجة الأوطان. تسلم جبل لبنان، تسلم جبل لبنان. هيدي الغصون بتمي، هيدي الغصون بتميل، صرع الجمال يا ضي، والنبع هون بيسيل، والنبع هون بيسيل، كوثر زلاله زلاله ري، والارز تاج زانو وش بينك، والارز تاج زانو وش بينك، شو مثلو بالدنيا يزينك، مندشرك بكير والروح معك بالطير، يا بهجة الاوطان تسلم جبل لبنان، تسلم جبل لبنان. لبنان جمال فتاح، حسنه يرد الروح، لبنان جمال فتاح، حسنه يرد الروح، والسحر فيها منظر الفتان، وفوق جنان عدنان بالمنظر الفتان، يا جيرة الأوطان. تسلم جبل لبنان، تسلم جبل لبنان. انت مين؟ انا مين؟ طيب ليش عم تاكل من هالتفاحات؟ انت مالك انت؟ هي جنينة ابوك؟ جبتها واحد قريبي واكل منها على كيف؟ هلا بتثبتي كلامك عند الجندرمة. جندرمة؟ كان لازم تعرف اني انا مصرية. مصرية؟ اظني عشان بتتكلمي مصري، ما انا باخد لبنان وبعرف اتكلم مصري. تعالي معايا انا حوريك. تعالى انت معايا انا اللي حوريك. تعالى معايا، تعالى انا حوريك دلوقتي. ما راح تعملي شيء، هلا فرجيكي، انا اللي بدي فرجيكي مش انت. طيب هلا فرجيكي سراقة. تعالى تعالى تعالى.
افرجيكي. طيب هلا افرجيكي. اخ اخ يا اجري. شو بدي اقول لك يا سامي؟ خلصينا بقى، قلت لك ينزل في مصر عند عمه سكر. هيدا ما بيصير يروح عند عمه، بيطلع منزوع مثله. لا بينزل عند عمه. لا ما بينزل. ما انا بده ينزل عند عمه. قلت لك ما بينزل. صباح الخير. شو هالزعيق على الصبح؟ بيك بريدك تنزل بالكونتيننتال عند عمك صبحي الخسران. صبحي كان خسران في شبابه، هلا عايش بالكونتيننتال مثل هارون الرشيد في زمانه. دخيلك انت وهي، هيدا امر بتقرروا بعدين على كيفكم. خاطركم. وين رايح يا سامي؟ يا بابا رايح على الجامعة الأمريكية مشان ودع إخوان التلامذة والأساتذة. خاطركم. مع السلامة يا نور عويناتك. قلت لك بعيش مع عمه صبح المليونير. قلت لك ما بعيش مع عمه صبح الأزعر. المليونير. الأزعر. المليونير. قلت لك الأزعر. المليونير. المليونير. حلبوني الكونتيننتال مصر. سامي ولدنا يصلكم اليوم بالطائرة. انتظروه اديب الحلبوني. تجي بخير والحمد لله. وانت وشك بيجي بخير انت؟ ترى معنا يا الله. كيف بدنا نسوي؟ كيف بدنا نسوي؟ كيف بدنا نعمل؟ ايه يا حاج صبحي؟ في حاجة؟ في حاجة؟ في حاجات ومحتاجات. وقعت من السقف وما حدا قال لي اسم الله. ابن اخي جاي لهون، هيدي مصيبة. مصيبة واتطربقت فوق نافوخي. بيظنوا اني ساكن في الكونتيننتال وما بيعرفوا يا حرام الشوم اني طباخ في الكونتيننتال. شو بدي اسوي؟ شو بدي اعمل هلا؟ ابن اخوك دي حينزل امتى؟ هلا بتكون الطياره عم بترفرف فوق المطار وهو عم بيطلع بعويناته بيفتش على عمه المليونير. يا حصر لي مخك يا سبع البرومبي. هلا ابن اخي سامي رح يجي من الجامعه ورح افاتحه في هالموضوع. زقني وتوقع لي كتبي؟ طب والله العظيم لنا شكيك لحضرة الناظر. أنا آسف غصبا عني، ما كنت بقصد هالتصادم. أنت بتتكلم مصر مكسر ليه؟ أنت مش من هنا؟ لا أنا من لبنان. لبنان؟ تعال أما بوسك. اسمعوا يا عيال، عيال تعالوا
زميل جديد من لبنان اسمه سامي الحلبوني. اهلا وسهلا. شرفنا. تفضل معانا. اهلا اهلا. اهلا وسهلا. كتبي كتبي اوعى رجلك اوعى. الله. ليه؟ لا لا. انا اشكركم على حسن استقبالكم وما كنت بظن ان شباب مصر بهاللطف والاخلاق الكريمه. على ايه تشكرنا؟ مصر ولبنان بلد واحده. مصر ولبنان دي لغه قديمه، احنا كلنا عرب. فلتحيا العروبه. فلتحيا العروبه. والان الى حمام السباحه. يلا. نادية يلا يا نادية تعالي تعالي يلا يا نادية تعالي. لا انا اتأثرت اطلعي. ايه ده انت اعمى؟ الله هو انت؟ انا اسف. هو انت؟ معلش واحدة بواحدة. والبادي اطلب. يبقى خالصين. اسمح لي اوصلك. ايوه بعربيتي الجديده اللي اشتريها لي عمي لما فقدت في الامتحان. بس على شرط تشربوا القهوه عندنا. قهوه بس ده انا اشرب اشرب بس. شو يا اسطى شير شير. نينا نينا. يو رجالة؟ لا تلاميذ. دول زملائي في الجامعة سامي وسونا. خطوة عزيزة حصلت البركة. اتفضل والدتي. تشرفنا. ايه اللي بنزور يا مدام؟ نادية اروح اجيب لهم الكزازة. ايوه يا بنتي روحي هاتي التلات ازاي. ده احنا بيتنا نور. والنبي تتفضلوا في الصالون. اتفضلوا. تعرفي يا نينا الجدع اللي ظبطني وانا بسرق التفاح في لبنان كان هيوديني البوليس. فاكراه يا بنتي ينيلوا على عينه. والنبي يا بنتي ده انا لو شفته هحطملك رقبتي. يبقى حضرته. كاتك ايه يا نادية؟ لا مؤاخذة يا ابني. اطمني. وهي كمان لقيتني في المي وسابتني وهربت. صاحبك اللي جه النهارده دمه خفيف خالص. أنا فيهم سامي ولا سونا؟ سونا يا باي ده دمه تقيل خالص وعامل زي التلميذ العظيم. قصدك ايه؟ قصدي سامي سامي اللي بيقول هات وشوف. نامي نامي بلد غلبة يلا. يا قلبي
بها أنا. قامتهم الحلوة رستو اصحك اكون قلت له اني بشتغل هون بالمطبخ احسن اضرمك فرضه. دقيقة قلت وقلت في المطبخ لكن لهكت وقلت في المطعم. يخرب بيتك واربعة خمسة جنب منه ألعن واضل اجا يكحلها عماها العم بقلبه تاع معي هلا ورجيني كيف بدنا نروح كيف بدنا نجي كيف بدنا مرحبا يا شباب. عمي صبحي الحلبوني. اهلا وسهلا. زملائي في الكلية سونا صلاح جورج سمير تشرفنا فيكن. ايه ده يا عمو انت لابس على راسك طاسة الخطة؟ طاسة الخطة ضحكتني كتير. لا لابس على راسي طاقية الاخفة. لا تواخذوني يا شباب كنت في المطبخ عم بسوي لحالي صحن حمص متبل لبست له هيك مخصوص منشان يشوفني الحمص يفهم مين انا. تفضلوا استريحوا. تفضل تفضل يا بيه. ممنون يا بي. هلا وسهلا. ايه رايك يا عمي في زملائي دول؟ بيحبوني وبينصحوني اني اسكن معهم في منزل الطلبه. كتير منيح يا الله. هيدي هضرة عن مخ مقلي. استغفر الله. عن مخ عمران بالافكار المشويه. يا دلي يا دلي شو وانا عمي ساكنين جنب بيت الطلبة تمام. نبقى نذاكر سوا ونلعب الكرة سوا. اسمع يا سامي اصلك انت تروح بيت الطلبة بالزواج ترجع هنا تاني. منشان تريحنا مما عساه يتمخض عنه المستقبل القريب بترجاك انك تروح الى منزل الطلبة. خلاص يا سامي وعانا. سامي وصل طابور. خلي بالكم كل واحد مطرحه. اهلا بالزميل الجديد. اهلا وسهلا. اهلا بالزميل الجديد. اهلا وسهلا. يا سلام احتفال جميل. انا اشكركم جدا على كرمكم وحسن استقبالكم ليا. استقبال رائع جدا. ايدك يا سام انا هطلعك. اطلع من دول انا اعرف ازاي اطلع لوحدي. هجوم. طيب انا حوريك الرجاله يتقدم منك. الرجال اللي يجيبوا الشكاكه. الهدوم
استاذ؟ ايوه هنزل بس يعني حضرتك خش جوه شويه. بقول لك انت. حاضر تفهم. افندم. اتفضل خد البس ده لغايه ما تروح بيتك. حاضر. ميرسي يا مدموزيل، الحق مش عليا اصلي جيت في الحته. معلش انا شفت كل حاجه، احمد ربنا اللي ما عملوش فيك اكتر من كده، تعالى استريح شوي. باللبس ده؟ وماله فيها ايه من لابسه زيك اهو، تعالى تعالى. لا انت لازم متفقه معاهم. ابدا ابدا انا استقبالي حاجه ثانيه خالص، تعالى تعالى اشرب معايا الشاي. حلبوني من لبنان. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ الله مالك يا اختي؟ انا كنت سايبك راجل. دي حاجة استقبال طلبة يا سيدي. وخرجت منهم ازاي؟ بركة المدموزيل اللي انقذت الموقف. انت ما تعرفهاش؟ دي ناهي بنت عمي. وخطيبتي كمان. مش حلوة؟ حلوة وبس. حلوة كتير كتير كتير. ميرسي. اقعد انت وبلاش غلب. غلب يغلب اغلب، فعل مضارع مبني على الاكل. على الاكل. تعرفي يا نادية إن فيك شبه كتير قوي من الغزلان؟ تعرف يا سامي إنه فيك شبه كتير قوي من النسناس؟ عجب التمرين؟ الله يا سلام، كنت هايل يا سامي، انتوا هتغلبوهم 100%. 100 بس؟ ده احنا هنغلبهم 6 جون خلي عظمه والبركه في سامي. ان شاء الله. يلا بينا. ايوه عشان نعزم عمي يجي يتفرج. من فضلك تبلغ الحاج صوت الحلقه. مش ممكن يسيب شغله ويقابلك. الله، انت بتقول ايه يا اخي؟ انا ابن اخوه. يا اوامر يا حضرتك، اذا كان ولا بد لف له من باب المطبخ. المطبخ؟ يا حضرتك البس صغير واقف مستنيك ده. يا دلي رجعنا ليالي الشقة والتعقيد. سامي فيك الخير يا سامي، فكرت فيي. روح انت روح. شو بدك بعدها؟ اقدمنا زميلتي في الكلية الأنسة نادية. يا عمري على هالمحاسن الفتانة والعيون النعسانة، انت ملاك مانك انساني. الله الله، ايه ده؟ انت كنت بتقرص ولا ايه؟ افطرها معنا يا الله. يا يا يقصف امرك يا رستم، هذا مرهم من شان يطري جلدة ايدي. اتفضل استريح يا عمي. معلش حصل خير؟ منين بده يجي الخير؟ اعصابي مجعلكة، انا وجعان مرضان عيان. بشرني بقى، حل عني دخيل اموات اللي خلفك. يا باي يلا بينا يا سامي، ده عمك عصبي قوي. الله هدي اخلاقك شوية يا عمي، انا مش عاوز فلوس، انا جاي ادعوك عشان تتفرج بكرة في ملعب الجامعة على ماتش الفوتبول. حس هيك؟ دعوتكم صارت معلومة، مع السلامة. راح بحضر ماتش الفوتبول. يا رستم افندم سهل بيه. وصلهم بترجاك، تسلم لي افكارك اللي بتبيض الوش. مع السلامة. Thank you.
يلا نروح من هالزحمه، المطبخ ناطرني والسفره ناطرتك، فوت تعال يلا. اسمعوا يا عيال، هقدم لكم حاجه حلوه قوي. ناهد هانم بنت عمي. الله. وخطيبتي. انا معجبه جدا بلعبكم، تسمحوا تاخدوا عندي الشاي بكره الساعه 5؟ الفيلا بتاعتي ما تتوهش، جنب بيت الطلبه تمام. شكرين يا فندم، ده ظرف مني. فلتحيا ناهد خطيبه سونا. فليسقط سونا خطيب ناهد. الله، امال فين الكابتن سامي؟ اظن راح عند عمه في الانتاج. ده باين عمه صاحب البنك الاهلي. كده انا رايحه اعزمه بنفسي. جود باي. من فضلك عاوزه اقابل الحاج صبحي الحلبوني. الحاج مشغول قوي، عايزاه ضروري يا هاني. ايوه، علشان عندي حفله شاي بكره. دقيقه واحده من فضلك يا عثمان. فندم. انت يا الحاج صبحي. حاضر يا فندم. مثل الكلب يا نبيه افندي، وعظمته في تمه، حدا يسترجي ياخدها منه؟ مش ممكن. هيك كان ابن اخي، ما حدا قدر ياخد الكره من بين اجريه. والله فعل فعل يا شباب فعل. حاج صبحي سيب اللي في ايدك، تعالى كلم في المكتب حالا بالا. حالا بالا. فهمت، وهي طايره بدهم يقسموا اليوميه الهن حق. ليش بترك شغلي وبروح اتفرج على ماتش الفوتبول؟ سنطرة وقلة حياة. فوت قدام مني مشان نشوف شعال كونتيننتال شو بده. الحاج صبحي الحاج صبحي، اجا الحاج صبحي، شو بدك منه؟ ليش وقعتوا علي الغرامة؟ طبيخي اعوج، تاخرنا نص ساعة، شو جرى؟ جاء الكونتيننتال، عصافير بطن الاوتيل زقزقت، ليش الغرامة؟ مفيش غرامة ولا حاجة، عندك حفلة شاي. او ده يا هانم الحاج صبحي الحلبوني، احسن طباخ عندنا في الاوتيل واختصاصي في جميع اصناف الحلويات. يا عمري على هالضحك اللي من نغمة البياتي على السيكة. بقى حضرتك طباخ وحلواني. اتفضل استريح يا حاج صبحي. ممنون كتير كتير ممنون يا كنافة محشية بالفستق الرشاش. انا سعيدة جدا بمعرفتك يا صبحي بيه يا حلبوني، يلي من اعيال لبنان ونزير الكونتيننتال وعم سامي بيه الطالب بكلية الحقوق. سامي؟ حضرتك تعرفي سامي؟ ايه اللي اعرفه؟ يا سلام عليه لما يعرف ان عمه حته طباخ لا هنا ولا هناك. ومين راح بيعرفه؟ حضرتك ما بظن ما الك مصلحة. مش عاوزني اقول له؟ دخيلك. المسألة تتوقف عليك انت. لا تكشفيني بترجاكي، انا كنت غني وصاحب بيع، ودارت معي دورة الزمن، شقلبت حالي وصرت ابو طرطور. دخيلك خلي الطابق مسطور. ولو طوعتك تطوعني؟ طوعك وبصير في خنصرك مثل الخاتم، تفركيه هيك بطلع لك وبقلك شبيكي لبيكي عبدك ما بين ايديكي. وتعمل اللي اقول لك عليه؟ واللي ما بتقولي لي عليه بنصب لك البوفيه على حسابي الخصوصي وبجيب لك معازيم بالمجان. لا ملوش لزوم، انت مدعو عندي بحفلة بكرة مش طباخ. منيح خلاص اتفقنا، الفيلا جنب بيت الطلبة تمام. ونتأخر؟ كيف بتأخر وهل هذا يتأتى؟ تعال اتفقنا خلاص. ارفار يا صبحي بيه. ايه ده؟ انتوا لسه ما لبستوش؟ يلا 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 يلا، احنا كلنا جاهزين تقريبا. الا سامي يا سيدي. انت مش جاي معانا يا سامي؟ لا لا لا، انا مش فاضي لحفلاتكم دي، وكمان وقتي ضيق. وقتك ضيق؟ اهو انت عبيط، اهو انا مني منك اخلي اوقات مبحبحه عليا، مثلا 42 45. اعذرني يا سونا، عندي ميعاد في النادي، هسمع محاضرة في الإجرام والمجرمين. مجرمين؟ إذا كان عن مجرمين تعالى يا ابني اسمعها عندنا. سيبك بقى، لازم محاضرة في الحب والغرام. ولا أقول لك ما تأجل الميعاد. يا سلام يا أخي، تقدر تقول لي أأجل المحاضرة إزاي؟ على العموم أنت حر، يلا بينا بقى يا تلاموس، يلا بينا أحسنها تطلع عصابتها عليا أنا أنا. يلا يلا كلكم تلبسون يلا. ألو مين؟ نادية؟ أيوة نادية، اللي سيبها واقفة على الأرض.
تسمع محاضرة؟ ولا جاي حال أفرجك عليه. أنا مالي، الحتة اللي أنا فيها خطر جدا، يا تلحقني يا ما تلحقنيش. جاي حالك في خمسة عين. فدي أسطى ما يعوض علينا. إيه ده؟ 10 قروش فقط لا غير، عملة حكومية مصرية، شو بدك أكتر من هيك؟ صبحي بيه الحنفوني. أهلاً صبحي بيه، اتفضل. صبحي بيه من وجهاء الاثنان، عمي سامي كابتن التيم، ده ميلادي. سهام، سلوى، ميمي، نقول أحلام، أسرار. يا عمري يا عمري على هالأسامي اللي النعنش اللي المخبش. شرفنا فيكم يا عصافير الجنة. أنستنا يا بيه. سعداء جدا يا بيه. يا سلام على دمك الخفيف. يا فرقة المطافي الحقيقة. طالع خفيف لمين؟ طالع لأمي. لو شو هالحلم الجميل؟ أروسوني يا بنات مشان أشوف إذا كان هيدا حلم يما علم. أروسوا. فايق فايق جد، يخرب بيتك منك إلو يا دلي. شو هالرابوس المزعج؟ امال فين الكابتن سامي؟ الكابتن سامي بيعتذر علشان عنده نادي في الجريمه، وهو علشان بيعتذر علشان هو في الميعاد عندهم. ايه الهلوسه الفارغه بتاعتك دي؟ يعني ايه؟ مش جاي؟ طب مش خد فيها كده، لو انا عملت لك حاجه. قولوا خرجت من الضيعه ومشيت على اجري في الجبل من شان اتصيد السبوعه والطبوعه. يا سلام. هو في سبوعه وطبوعه في لبنان؟ كانوا بيصيفوا في ذاك الوقت. حق صبحي؟ يا 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 عيون صبحي، تعال هنا. بيجي سامي ما جاش لغاية دلوقت، تروح النادي وتجيبه حالا. تكرم يا تقبريني من عين تاني، بجيبه هو والنادي والكل كليلة. خد السواق بتاعي وصلك، تنشال تنهبل ما ترجعش من غيره، ولا بعدين دخيلك. بعرف شو راح بيجرى، لا تفسري. يلا وام، انت هتعمل ايه؟ بغطس وبقبه معي سامي، فهمت؟ شش دخيل الله. هنسافر بكم الى الجزء الثاني من محاضرة اليوم. هبدأ اولا بتحليل. شو دوشة وشو نوشة؟ بدي سامي ابن اخي اديب بيك الحلبوني. شو هالقروشة؟ سامي تعا. شو تبدأ مني؟ جنابك سايب الحفلة الضايعة تبع ناهد هانم وقاعد عم تسمع قر من هالحكواتي، فوت قدام مني. فوت. روح مع عمك يا سامي. على شرط تيجي انت معايا. انا ماليش لازم. ولا كمان ما روحش من غيرك. بالمعروف بتجي وبالمتلوف بدك تجي انت، فوتوا قدام مني. يلا. انا لا. سامي وحياتك ما تسيبنيش لوحدي، اصل انا مش واخده على الحفلات دي. اسيبك ازاي؟ ما تخافيش انت معايا. سكرت امك هلا لا تحكي. جبته، جبت سامي معي، جبته. برافو. جبته من نادي؟ جبته من ديلو. اهلا سامي. مين دي؟ لا مؤاخذه، اسمحي لي اقدم لك الانسه ناديه، زميلتي في الكليه، ناهد هامن صاحبه الدعوه. تشرفنا، اتفضلي. ولولا انه بيعزني كتير كتير ما كان اجا معي. سامي خجول، انا بعرفه. صبحي بيه. شو؟ تعال هنا. هو هرب تاني؟ بقول لك تعال هنا. استرها معنا يا الله. نعم. انا قلت لك هات سامي ولا هات ناديه. وشو صار؟ زياده الخير خيرين. وكمان بتنكت؟ ده انا هنكد عليك عيشتك. دخيل سرمايتك، ما في لزوم للفضايح. انا ما حخليهم يجوا يقربوا لبعضهم طول ما الحفله قايمه. تعرف لو قربوا لبعض ولا كلموا بعض كلمه واحده، هخلي صبحي بيه يبقى يا اسطى صبحي الطباخ. يا دل
عايزين سامي غنى لبناني. يلا يا سامي غنى لبناني. يلا يا سامي غنى لبناني. الهوارة 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 مش قلبي جادت نارا مش قلبي جادت نارا مش قلبي جادت نارا عالهوارة الهوارة عالهوارة الهوارة مش قلبي جادت نارا مش قلبي جادت نارا مش قلبي جادت نارا والله من حبيتيني والله من حبيتيني فأدر براسي بحجارة الهوى 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 الهوارة يلا شباب يلا هالنبعوها الكرمالي هالنبعوها الكرمالي وخلفهم ما بيحلالي آي 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 عطيني الكاس كرمالي عطيني الكاس كرمالي واملي من الحب عصارة الهوى والهوى الهوارة يلا الهوارة 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 مش قلبي جاني صارة مش قلبي جاني صارة والله من حبيتيني والله من حبيتيني تقدر براسي بحجارة الهوى 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 الهوارة يلا هي يا 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 كمان ما تردلش من جناتي حرماني ورد وجناتي ما تردلش من جناتي حرماني ورد وجناتي وتروي الروح نظرات وتروي الروح نظراتي قديش الروح محتارة الهوى 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 الهوارة يلا الهوارة 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 مش قلبي جابت نارة والله من حبيتيني والله من حبيتيني تقدر براسي بحجارة الهوى 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 الهوارة يلا شباب يا سلام دخلك لو قلبك صافي دخلك لو قلبك صافي هلا في الصفصافي ننظم بالروض وصافي ننظم بالروض وصافي تنوصل للهوارة الهوى 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 الهوارة الله الهوارة 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 مش قلبي جالس نارا مش قلبي جالس نارا مش قلبي جالس نارا صديقاتي لا يا بنتي وحياة عرضي انا راجل عجوز لضيقهم ولا يرضوني فاحسن شيء اتقهقر بالنظام البوفيه جاهز يا هاني طب اتفضلوا يلا يلا يا سامي يلا يا سونا يلا يا اولاد يلا يا ناكل ملذة وطاب وطاب اتفضلوا اتفضلوا انتوا مش عايزين عزومه عزومه على ايه دول ياكلوها ولعه اتفضلي ودي هيدي رح نتفضل كلنا اتفضل اتفضلوا يا جماعه اتفضل خيراتكم يا سامي ظهرت الحفلة ايه وناهد والله من الصعب جدا ان الانسان يقدر يفرق بين الفل والياسمين وبين الكمثرى والتفاح لكن انت تحب الكمثرى ولا التفاح انا احب الاثنين لا هذا انت مفروع قوي سامي عمك اعلى للحرم على البقلاوة معمولة كويس يا صبحي بيه
كويس كتير فقط ناقصها ايه؟ منها خمران منيح يا خميرة العكننة. الله، انا خميرة العكننة؟ وشو بيخصك انت؟ هي جارك تماني شايف؟ اهم سهونا وهرب. سهو زي انت قد يجوز، لكن انا اللي بدو سهيني الله ما خلقوا بعد. مهدين نتفي بروح جرجرهم من خوانيهم. صبرك علي. لا يا ثاني، دلوقتي حيلاحظوا غياب الكابتن، حيقولوا ايه؟ حيقولوا ايه؟ مجنون ناديه. من جهة مجنون انت مجنون تمام. مجنون يا نادية، مجنون بحبك، مفتون بمحاسنك، بغير من نسيم اللي بيداعب شعورك، بغير من نوم اللي بيلاعب جفونك. انا سمعت الغزل ده كتير قوي وحافظاه صم. تعرف ان الشعر اللي قاله كان ظريف قوي. يا قاسي القلب، يا عديم الرحمة، يا عنوان الظلم والجبروت، يا أزعر. الله الله الله، ليه ده كله يا عم؟ ليش موقف نادية في هالبرد القارس؟ ما بتخاف لاجيها رشح يا مقروس؟ خش شوف ناهد هانم صاحبة الحفلة شو بدها. الله الله، طب واسيب نادية لمين؟ بشرها معي لا تخاف. خش تعي معي، تعي تعي معي نشم هالهوايات العليلات. عليلات؟ انت مش كنت خايف عليا من البرد ونطشة الهواء؟ يا بنتي الهواء له تقلبات هوائية، ومع كل هيدا شو بدنا نسوي في احكام الهواء؟ ياي، ليش عم تنعريني هيك؟ هي نهد مسلطك عليا، انا حسب لها سامي ومروح. تعي لهون. شو هيدا؟ لا تلوميني، ما كان قصدي وقتك، لكن على قولة المصاروي اللي ما بيعرف بيقول عدس. لا عدس ولا رز، او عندها خليها تشبع منه. ايه قلتي هتشبع منه، خليها تنتظر فيها تنبش. ومكيديني ليه ظلمني ومكيديني؟ ياخدوه مني. قال لي تعالي، قلت انا مالي، شفت عايزني. قال لي تعالي، قلت انا مالي، شفت عايزني. حن فؤاد طوعت ودادي، حن فؤاد طوعت ودادي. قلت له خدني، ليه ظلمني ومكيديني؟ ليه ظلمني ومكيديني؟ ياخدوا مني. ياخدوا مني.
جنبي يحتار قلبي ويزيد وجديني والأعود لي قدام عيني عاوزة تفرق يا سفرجي يا مرمطون يا حلوانجي مالها عيبة العرق جبيني سامي سمسم نعم عايز ايه نهد بتسلم عليك وبتقولك انها متأسفة على اللي حصل منها مبارح وترجوك انك تعتذر لنادية ان كانت تثبت على اللي عملته مبارح خليها تروح وتعتذر بنفسها شوف القبيح قال ايه يا اختي عاوزك انت تروحي تعتذرين طب يلا انزل انت انزل انزل انت سامي نعم يا فندم انا متاسفه جدا على اللي حصل امبارح ومستعده دلوقتي اروح واعتذر لها قدامك موافق برافو يا ناه انا معجب باخلاقك قول لناديا صحاب ناديا عاوزين يقابلوا ناديا ناديه التلميذ العبيط جه ومعاه واحده ست حلوه اهلا وسهلا اتفضلوا يا اولاد ناديه تعالي كلمي يا بنت نعم يا رب سامي اهلا وسهلا اتفضلي صباح الخير يا ناديه جود مورنينج ناديه بونجور صباح الخير يا هانم انا اسفه ما كنتش منتظره زيارتكم لحظه واحده اتفضلوا في الصالون الحمد لله لما سلمتش على منادي كان زمانها مخلياني دلوقتي لو عجين بس بقى بلاش لك وعد تجري يا هدى هاتي ثلاث ازايز كازوزه هيكونوا باردين قوي يا ست اللي جوه يا بنت اختشي بلاش غلبه اوعي يا ناديه احسن تاخد سم منك ايه امشي يا غلبوي بقى يا بنتي وقف الدردشي مع البنت وسايبه الجنوب جوه داخله حالا لا مؤاخذه النهارده الجمعه والبيت مكركب اقعد يا سامي تعرفي يا نادية ان الكركبة دي بتفكرني ببيتنا في لبنان وبوالدتي الله انتوا كمان ما عندكمش خدامين يظهر لكم غلبة قوي يا سامي غلبة ليه يا هاني الست الكاملة هي اللي تخدم بيتها بيتها طب وساعتها الخدامين الغلابة ياكلوا منين دي علشانك ودي علشانك ودي علشانك برضو انا ما احبش الكازوزة هاتي ده انا احبها قوي عقبال شربات اللي صامت لا عقبال شربات جوابكم يلا بينا بقى
ليه؟ احنا جايين نشرب كزوزة وبس. اوه انا كنت حنسة. انا جاي اعتذر لك يا نادية عن اللي حصل امبارح، وتأكدي ان ما كنتش اقصد اهانتك. انا شعوري رقيق جدا، وما كنتش اعرف انك فقيرة بالشكل ده، وخصوصا ان بعثت كتير على الطبقات الفقيرة، وما تنسيش اني عضوة في جمعيات البر بالفقراء. ده شعور طيب منك يا هانم. اسمحي لي اشكرك بالنيابة عن الفقراء والمساكين والمحتاجين. ودلوقتي اسمحي لي اقولك امشي اطلعي برا. تاني ما تنساش انها في بيتي. امشي اطلعي برا. اوه ست الغوف سونا. نعم. يلا بينا. يلا احسن يا اختي. يلا بينا. انا اسف يا نادية. سامي ارجوك سيبني الوحيد. عن حياة ولدكم سامي وعمه هتتأكدوا من جده ونشاطه تحت اشراف وارشاد عمه الصالح، والرأي رأيكم. الو والله كويس، من احلى واجمل ما يكون. فضل يا ستي. ما كان ظني فيك يا سامي بتعمل هالفضايح. أنا آسف يا سامي، ولكن الجامعة أخطرت والدك مرتين بخصوص المصروفات، ما ردش علينا لحد دلوقتي. اهتم يا ابني بالموضوع ده وصار يضيع مستقبلك. متشكر، بس أرجوك تمهلني مدة أسبوع واحد. مفيش مانع يا ابني، اتفضل. خير إن شاء الله يا صبي. شو جرالك؟ شو غير حالك؟ اتفضل اقرا يا عم، أنا مش فاهم حاجة. فرجيني تشوف. لا تتعشم في معونتنا، قطعنا عنك المصروف وعلى عمك الذي تلف املك ان يصرف على حضرتك. اديب بيك هيدا طول عمره مجنون، انا بعرفه. لا تعكر دماتك، اعتمد على الله وعلى عمك. قديش بيلزمك من المصاري؟ ولا حاجه يا عم، بس قسط الجامعه. وقديش بيطلع على القسط؟ زي 20 جنيه. 20 جنيه مصري؟ انا عارف انهم كتير. شو كتير وشو قليل يا رستم؟ افندم سالت البيت بتذكرني بكره الصبح منشان ابعتك على البنك تجيب لي مصاري. بنك؟ بنك ايه؟ بنك ايه ساعة البيت؟ البنك يا مخ عجالي. متشكر قوي يا عمي. لا شكر على واجب يا تقبر عنك. خاطر. مع السلامة. ما فهمتنيش، بنك ايه يا حاج صبح؟ بنك ايه؟ بنك الرهونات يا حا ميم الف ري رسمي. فهمت؟ يا رب يا ساتر. اهلا عمو. اهلا وسهلا. ازيك؟ اتفضل. طيب ادينا تفضلنا. ايه اللي جابك؟ خير؟ خير والله يا ابني، انا جاي لك بشويه خير وشويه شر، وعشان كده انا ابتدي لك بالخير. بص، ال 20 جنيه اللي انت معذور علشان يدفعوا للقسط بتاعك الله يحرقه. يا سلام، ميرسي قوي يا عم رستم، انت تعبت نفسك. تعبت نفسي؟ احنا خلصنا من الخير، احنا هنكتب لك بقى الشر. ايوه، وادي مستندات الشر. اتفضل. الاسم صبحي الحلبوني، ساعه وكفينه ذهب، قيمه الرهنيه 21 جنيه. يعني ايه؟ يعني رهنا ساعه والكفينه وبتهلك ال 20 جنيه وسبت عمك المسكين ما فيش في جيبه جنيه واحد يوحد الله. انت بتخرف راسهم؟ عمي يرهن ساعته وكتينته عشان 20 جنيه؟ ده مليونير. مليونير؟ المليونير؟ عمك مليونير؟ دي راجل غلبان زي حالاتي بيشتغل في الاوتيل، بس انا حدام وهو طباخ. لا حول ولا قوة الا بالله. عمي المسكين طباخ. عم ارجوك ما تقولوش اني عرفت حقيقتك، وخليه سعيد بالوهم اللي هو عايش فيه. سامي انت بقالك يومين مش زي عادتك، زعلان من حاجة؟ ايوه يا نادية، انت مش غريبة، انا متضايق جدا من حكاية والدي. ودي تهمك؟ البركة في عمك، ده راجل مليونير ومش هيتأخر عنك في اي دار. عمي صحيح مش هيتأخر عني ابدا، وده اللي مضايقني ومنكد عليا. اسمعي يا نادية، انا من النهاردة لازم اقتصد في مصاريفي جدا، ان انا مش عارف اعمل ازاي. انا هدي لك درس
في الاقتصاد المالي. قدم لي ميزانيتك. ميزانيتي؟ حاضر. اكتبي عندي. اولا ملابس 500 قرش. يشطر. الهدوم اللي عندك تكفيه. طيب يا ستي، غسيل ومكوى 100 قرش. 40 غسيل ومكوى تحت المرتبة. طيب مسكن وغذاء 15 جنيه. فرمل عندك. 15 جنيه ليه؟ وانت ساكن مع عمك في الكونتيننتال؟ لا، في بيت الطلبة. ايه شايفاهم كتير؟ طبعا كتير. انت تشوف لك اوضه على قدك ب 2 جنيه في الشهر وتاكل في 6 جنيه وتوفر 7 جنيه. طيب ولاء الاوضه اللي على قد فين؟ اوضه على قد سامي، سامي على قد اوضه، تكون رخيصه وكويسه وبنت ناس. نلاقيها فين؟ ايوه صحيح، نلاقيها فين؟ عندنا اوضه على السطح مدهشه، فيها بلكونه واسهل وقت. ادي البلكونه ودي اثار الورد. ايه رايك بقى؟ عجبتك؟ طبعا عجبتني. كفايه قربت مني يا ناديه عشان اشوفها جنه بعيني. سمعتي؟ عم تسالوا اذا كانت بتعجبه. بتعجبه وبتعجب عمه كمان. فقط المهم قديش اجرتها في الشهر؟ والله يا بيه الغاليه الخاصه. ممنون. احنا كنا مقدرينها ب 3 جنيه. ولما زودنا جنيه اللي كانوا ساكنين فيها برطعوا. لا يا ليلى، انا اتفقت ويا سامي على 2 جنيه بس. 2 جنيه؟ ايه 2 جنيه عم بيقول لك، اتفقوا وخلصنا، ويا داخل بين البصله وقشرتها ما بينوبك الا. طب يا اخويا ما دام اتفقوا بقى زي بعض، اصل سامي ده سايبني تمام. ايه وانا كمان بعطيك 2 جنيه وانا زي الباشا تمام. تفضلي. فقط بترجاكي تحري لنا عقد الإيجارة الشكلية مشفوعة بالإيصالات القانونية مبصومة بإمضائك الأسرية. لا يا أخويا، أنت حتشتري عزبة؟ ده الدار أمان. بعرف إن الدار أمان، فقط الدنيا فيها موت وحياة، بركي بيجرى لك شي في نص الطريق، بيكون معنا مستندات رسمية. اسمع بقى يا سامي، وحط التواليت هنا، والسرير هنا، ودلاب الهدوم هنا. الله. طب والمكتب فين؟ المكتب نخلي المكتب هنا، وهي بقت اوضه معتبره، مش احسن من بيت الطلبه؟ الفضل ليكي انت يا ناديه. يا ساتر. بص يا فندي، ورد عليك. لا انا ما شفتش حاجه والله، ما شفت حاجه. أنا جاي لك عشان يبارك لك على الشقة الجديدة وصاحبة الشقة الجديدة. الله يبارك فيك، لما أروح أعمل لك قهوة. قهوة ولا إيه؟ اللي هو يا خفاف يا لطافة يا زلافة يا طبطب. والله يا سامي يا ابني، أنت ابن حلال وصف، إنما الأعمال بالنيات ويبلوكم بما لا تعلمون. يا راجل اختشي، دي زميلتي في الكلية. كلية؟ انت مش معانا بالكلية. انا مش بيقول لك الا الوظيفة. وظيفة؟ انت لقيتها يا عم رستم؟ لقيت وظيفة لكيفك. فين؟ وظيفة تبعهم في الاريزونا. الاريزونا؟ طيب في الاريزونا. ايه كاتب؟ كاتب؟ الكاتب. كاتب دي وظيفة؟ اكسل هذه وظيفة. ده انا لقيت لك وظيفة تليب الفاموليا بتاعتك. وظيفة لكيفك. يعني متر دوتيل. المتر دوتيل يعني الراجل رئيس الجرسونات. اللي بيقبض ويلم الباشات كله ويحطه في جيبه ويشفى اول باول. متر دوتيل؟ لكن دي صنعه ما فهمهاش. انت تفهم وهو طايره صنعه كل هذا اتكيت. بص لعمك رستم كويس، وانت اسمع اعظم متر دوتيل في البلد. بص يا سعاده البيت، انا عاجز اعظم ترابيزه عند الاهل. سعاده اتفضل. وين بومبي؟ بومبي صلاه بوستلي شطلوت مليون سلط على روز بدنجان عروس مومبي كوتلت شاتو بريان سلاد على ريس. هات اللي جيبه يا سامي. ميرسي سعادة البيت. زغلول الطلب بسرعة هنا، وهات التلج والصودا. كارسون أربعة دول دوبل سبيسيال بالصودا والبيضة كمان يا سعادة البيت. كارسون مدهش دبلوماسي خالص.
خلي بالك على الزبون اللي جاي، ده زبون كلوديا قوي. ما احبش اسمع الكلام ده انا ابدا. طول ما انا هنا مفيش استقرار زباين، فاهم؟ شوف شغلك. الهواره الهواره اللي في قلبي جادت ناره، اللي في قلبي جادت ناره. وسوسعه البيت. اهلا سامي، ندوه. اهو لقيت لي الكباليه حلوه اهو. سعيده يا سامي. انا حاجز البيت احسن ترابيزه. كويسه دي. كويسه دي. اتفضل. ثلاثة عشاء يا بيه؟ آه. تحبوا تشربوا ويسكي ولا شمبانيا؟ زي ما أنت عايز يا سامي. شمبانيا يا سامي. زغلول. ثلاثة عشاء أوامر، واحد شمبانيا كوردورو. برافو سامي، في منتهى الجرسونة. أنت جرسون فورميدابل. اقعد بقى. عملت اللي عليك. متأسف جدا، في زباين غيركم لازم اشوف طلباتهم. ليه؟ انت مالك ومال الزباين؟ انا وظيفتي هنا اخدم على الزباين. يعني انت عاوز تقول انك بتشتغل هنا جرسون؟ ايوه يا فندم. مش ممكن. امبوسيبل. وماله يا سونا؟ هو عيب اني اشتغل بالليل جرسون وبالنهار طالب في كلية الحقوق؟ يعني الصبح تلميذ وبعد الظهر جرسونة. خدمة تانية يا سعادة البيه؟ نو نو ميرسي ميرسي. يا سلام اما تسمع ناهد بانه سامي بيشتغل جرسون. يا سلام يا سلام يا سلام. بتقول ايه يا سونا؟ سامي بيشتغل جرسون في الاريزونا؟ اه جرسون في الاريزونا، حتى اسال اسمها ايه واسمها ايه؟ كان دمه خفيف قوي وكل البنات بتبصبص له، كانوا عايزين ياكلوه. بقى كده ومن شابه عمه فما ظلم، من جرسون لطباخ يا قلبي لا تقلق. شو 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 شو؟ جرسون؟ جرسون؟ شو هالخبريه المقلعطه؟ المقلعطه ولا ما بلعطه؟ انت ما في شغله هنا جرسون. ايه يعني؟ همه فقط سامي ابن اخي اديب بيك الحلبوني عين اعيان بيروت وزحلي ومرج عيون بيشتغل كرتون جاي. يا نصيبتنا العاميه. سامي دي ولد تمام، مش عاوزه تكون تقيل عليك. انت دم شو دم وشو بلوط انت التاني؟ وانا انا ما عندي دم فقط، ما عندي مصاري، والعين بصيره والايد قصيره. تعال هون. نعم يا سعادة البيه. مقلبيه بالفستق يا كرسان. حضرة سعادة البيه. تعال هون. وليه؟ سبحانك يا الله، تخلق من الشبه 40 ملامحك كلها مثل ملامح ابن اخي سامي الحلبوني، بتعرفه؟ يا سلام، وانت ملامحك زي ملامح عمي صبح الحلبوني، بتعرفه؟ يا عيب الشوم، سامي الحلبوني ابن جناب الوجيه الاجل المبجل الامجد اديب بيك الحلبوني بيشتغل كرسون في الاريزونا. فضحتنا، الله يفضحك. مش احسن من صبحي بيك الحلبوني اللي بيشتغل طباخ في الكونتيننتال؟ شو شو؟ منين عرفت هالسر المخفي؟
يا تأثيرك يا صبحي، شو راح بيقولوا عني هلا في لبنان؟ صبحي بيك الحلبوني بعد ما كان بيلعب ورق البنك نوت صار هلا يلعب ورق العنب. يا بلي يا امي ما تفكرش يا عمي، السر ده ما حدش هيعرفه ابدا، وحتفضل دايما صبحي بيه الحلبوني نزيل الكونتيننتال. يا بلي يا مصيبتي يا مصيبتي. اتفضل. شو هيدا؟ العشاء؟ لا يا بيه، ده الابيريتيف. فرجيني تشوف. ياي يا عمري على الابيريتيف الواقف على واحدة ونص. لا 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 لا. أما حتكون سهرة ممتعة مش كده يا أولاد؟ بونسوار يا هاني. حضرتك زبون ولا جارسون؟ جارسون يا هاني، في الخدمة. جارسون؟ عاوزين محل فيه هوا 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 إلى أسفل. تفضلي يا هاني. كويس هنا يا هاني؟ مش بطال. اللي اتبطل على النعمة آخرته وحشة. اسمع، هات لنا عشا ويسكي. حاضر يا فندم. جرسون، ما تنساش التلج والصودا. ما تنساش أنت العيش، العيش والنبي. حاضر يا فندم. جرسون، هات لنا شوية طص. طص. أمرك يا هاني. جرسون، دمك بارد. دمك بارد. إيه؟ متشكل قوي يا هاني. زغلول، طلبات لهاني حالا. اه يا خنفسه يا شيطاني، يا حي لبداني، يا خرابة البيوت العمراني. صبحي الحلبوني وجلالة قدره ما قدر يتحملك. الله يساعدك يا سامي يا ابن اخي. الباقي بقى شيش علشانك. متشكر جدا يا هاني. متشكر قوي يا بيه، ان شاء الله الهانم تكون مبسوطه من خدمه. Thank you.
نادية. اسمع يا سامي، انت تغيرت قوي اليومين دول، كل ليلة بتسهر وبترجع وش الفجر. بتروح مع مين؟ بتعمل ايه وبتمشي مع مين؟ الله الله الله، ايه الحكاية؟ هو محضر تحري؟ بروح فين؟ بيت صلاح. بعمل ايه؟ بذاكر. بتمشي مع مين؟ لوحدي. سؤال تاني يا فندم. بتذاكر؟ هو اللي يذاكر يلبس فراك ويبقى بالهيئة دي؟ طبعا. انت ما تعرفيش ان الملابس الوجيهة تخلي الانسان يشعر بنفسه انه عظيم ويواجيه، يقوم يذاكر كويس. يا سلام. امال شوف الانجليز لما يتعشوا لازم يحلقوا دقنهم ويلبسوا بدلة السهرة، تعرفي ليه؟ لا معرفش. وانا كمان معرفش. سامي احنا مش اتفقنا اننا نذاكر مع بعض؟ يا نهار ابيض، عاوزاني اذاكر معاكي انت؟ ليه؟ مش قد المقام؟ بالعكس يا نادية، لما هكون جنبك لا هقدر افكر في قانون جنائي ولا نظام قضائي. حلاقي جمالك وقع الحجز على افكاري، وحبك قبض على فؤادي، وبدال ما ابتدي في المذاكرة والعمل حتوه واسبح في الخيال والغزل. اسف يا نادية. تصبح على خير. على اذنك يا صلاح. على فين؟ حوصل نادية لبيتها واقعد اذاكر شوية. لا يا شيخ، ونسيت تمرين الملاكمة؟ والله عندك حق يا نادية، المباراة قربت. خدوا معك يا صلاح تمرين اجبار. خليك رياضي واضرب يمين واضرب شمال، خليك رياضي قلبك متين، هد الجبال هد الجبال، خليك رياضي. في الماتش العب مش ممكن اتعب في اي جولة، وهجم وخصمي ما يسيبش جسمي يضرب على ولا، ويجلي وايدي عديك زي المدفع بتصيب، وفي لعبة شوفتك تيب يلخم احسن لعيب يلخم احسن لعيب. اضرب يمين اضرب شمال، خليك رياضي قلبك متين، هد الجبال هد الجبال، خليك رياضي. في الرنج احوره وبخفة ادوره، وبسرعة ارنه 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 ارنه، واديله جامد نوك اوت واحد ما يقومش منه، من غير انذار خليك يتاخد عالاسعاف، ده ان كان جول ويسرمي هو انا بدك الحق هو انا بدك الحق. واضرب يمين واضرب شمال، خليك رياضي قلبك متين، هد الجبال هد الجبال، خليك رياضي. هيك منيح؟ هايل. هتتمرن كل يوم ساعة بالشكل ده؟ تبقى كويس خالص. طب يا سيدي كتر خيرك، عن إذنك تفضل، ربنا يكفينا شرك. عن إذنك يا نادي هطلع أغير هدومي وأرجع لك حالا. طيب. يا مر. والله سامي تعبان عليا قوي، الصبح دراسة وبعد الظهر تمرين وطول الليل مذاكرة. انتوا بتذاكروا سوا؟ نذاكر سوا؟ ليه هو مش بذاكر معاك؟ الله لا يقدر، هو أنا بتعمل مذاكرة؟ كده؟ بقى سامي ما بذاكرش معاك كل ليلة؟ أبدا. اخسى عليك يا سامي. الله، من نادية؟ علم علمك. نادية، أنت بتعيطي؟
تصور يا سونا ان سامي اللي كنت فاكراه المثل الاعلى يطلع كذاب وغشاش. غشاش؟ ليه هو غش في الامتحان؟ لا يا سونا، كل ليلة بيسهر لوش الفجر وبيدعي انه بيذاكر. ليه هو ما قالكيش انه ايه؟ لا انا محبش افتن. من غير ما تفتن، انا عارفة هو بيسهر كل ليلة مع ناهد. مع ناهد؟ اتاريها كل ليلة بتهرب منه وما بتجيش الا وش الفجر هي كمان. هي كمان؟ مش ممكن سامي يعمل كده. يعمل كده وابو كده، وبكره حاسبت لك انه بيعمل كده، وام كده، وخالت كده، واخت كده، وجد كده، وست كده، مش كده؟ كده. على الهوا الهواره، على الهواره، مش قلبي قاد اتناره، مش قلبي قاد اتناره. يا سلام يا سلام يا سلام. لم لمين ده كله يا سي سامي؟ ليك انت يا نادية. صحيح هنخرج سوا الليلة دي؟ لا مش الليلة. انت تعرفي يا نادية اني عندي ايوه عندك مذاكرة مع صلاح، مش كده؟ انا اسف يا نادية، لازم تعرفي اني مكلف بالجهاد في الحياة عشان اوصل واحقق امالي وامالك كمان. روح جاهد زي ما انت عايز، مع السلامة. مستني ايه؟ روح غصب عني يا نادية. تبقوا دستتين الا فردة. ناسيين مين بقى؟ تبقي ناسياني انا. لا يا سونا، حفلة عيد ميلاد السنة دي ما يدخلهاش رجالة. ليه؟ انت حسباني راجل؟ ده انا خطيب. هبقى اعمل لك حفلة عيد ميلاد لوحدك. هلا لاريزونا، اديني من فضلك المدير. انا ناهد حشمت. ميرسي. على فكرة أنا عندي بكرة حفلة عيد ميلادي، عاوزك توضب لي بوكيه 24 مدعو، بس يكون بفول إكس وحياتك. أيوة عايزك تبعت لي أحسن متر دوتيل عندك. ميرسو؟ لا ما حبوش. عثمان؟ لا 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 ده راجل جد جدا ما ينفعش. سامي؟ أيوة مش بطال. ميرسي. أرفاه. بتقولي مين؟ سامي؟ ايوه سامي. بقى تعزيم سامي ولا تعزمنيش انا؟ ده مش معزوم، ده مثل. ناهد انت ما بتحافظيش على كرامة خطيبك كرجل. بسمع ما اقولك، انت دلوقتي معتبر خطيبي بس، فانا حر اعمل اللي انا عاوزاه. ولما نتجوز؟ تبقى ساعتها تعمل ايه؟ اللي انا عاوزاه برضه. تصور يا عمي انها صممت اني اخدي في حفلة عيد ميلادها. انا في مركزك بحرم وبعتذر للمدير وما بروح، ومطرح ما تحط راسها تحط اجريها. ولما المدير يغضب علي ويكنسني لما تجيب مصاريف الجامعه؟ ايه هيدي غير مساله، والله يا ابن اخي هيدي مساله بتحير النافوخ. لا تحير ولا حاجه، انا حروح عندها وحكون خادم مطيع وحنشوف، يا انا يا هي. هي طبعا هي ناهد اللي شغلاه ومضيعه وقته، وانا خايف علي لا تضيع مني بطوله الملاكمه بسببها. شفت المصيبه المطربقه؟ مش ممكن يا سونا، مش معقول. مش معقول ازاي ومش ممكن ازاي؟ ده عامله حفله عيد ميلادها مش عازمه فيها ولا شاب غيره هو. تصوري انا انا حبيبها وخطيبها طلبتني باباء وشمع. مش مصدقه، وعلى كل حال انا همنعه وهتشوف. اهلا سونا. لا يا حبيبي ما تكلمنيش، انا مخصمك. ايه مال سونا زعلان من ايه؟ وانا كمان ما تكلمنيش انا مخصمك. لا 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 كله اللي خصمك انت. يعني يهمك قوي خصمي ولا صحي؟ انت عارفه يا ناديه ابتسامتك العذبه بتخليني اسعد انسان في الوجود. كلمه حلوه منك بتشجعني وبتذلل قدامي جميع العقبات.
سهرة جميلة معايا تفتح لك أبواب الجنة. ودي عاوزة كلام يا نادية، إمتى هنسهر سوا؟ الليلة في حفل تحسين الصحة. لكن إحنا صحتنا اتحسنت والحمد لله. بلاش الليلة، خليها لبكرة. لكن الحفلة الليلة مش بكرة. وحياتك يا نادية، تعافيني الليلة لأني مرتبط بموعد هام جدا وما أقدرش أفوته. طب فوتني أنا، اتفضل روح معادك المهم اللي هيقضي على مستقبلك وعلى سمعتك. انت مش فاهمه حاجه يا ناديه، بعدين هتعرفي كل حاجه. مش عايز اعرف حاجه. حرام عليك يا ناديه، ليه المعامله القاسيه دي؟ لاني خايفه على مستقبلك ومصلحتك. اسمع، انا هكون لابسه مستنياك في البيت، فاختار بيني وبين الميعاد بتاعك. اسم النبي حرصك، ربنا يجعل بنتك ناديه فارسك ندى يا رب. يا ورده من جواك دهدة دهدة، لمين ده كله؟ عشانك يا سامي، احنا مش اتفقنا اننا هنسهر سوا الليله دي؟ ما تزوديش الام يا ناديه، انت تحبي تضريني؟ اضرك انت يا سامي، ده انا فديك بحياتي وضحي بكل شيء عشان اسعدك. اذا ضحي بسهره الليله يا ناديه. انا عايزه اعرف انت رايح فين. عايزه تعرفي؟ ومصممه على الطلبات يا استاذ. اصل عمي يا ناديه احواله الماليه مرتبكه، والليله عنده اجتماع مهم جدا مع المدينين، فطلب مني اني اكون جنبه عشان ادافع عن محبه. طب احلف لي يا سامي. وحياه حبك يا ناديه. روح يا سامي، معلش، مع السلامه. حبيتك وعلى ضرك.
صنعتوا على الناس ليه؟ انتوا طابور خمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انت طلعت لنا منين يا اخويا؟ مستلم. امال فين ست ناديه؟ هنا يا ابني اتفضل. حيلك حيلك يا ظلم غير بواب، اتلدع على جنب لما اندهالك. اتفضل يا ابني في الصالون. ناديه التلميذ العبيد جه. مين زونة؟ اوهو، ايه اللي جابك دلوقتي؟ جاي اتفرج على الجمال ده كله، ايه الشياكه دي كلها؟ رايحه فين؟ رايحه مع سامي حفل تحسين الصحه. وما رحتيش معاه ليه؟ ضحك عليك وسابك لوحدك وراح عند ناهد؟ ناهد مين؟ سونا، بطل المقالب دي، سامي عند عمه. عمه؟ ده انا لسه سابه في حفله ناهد، وحبيت اخش كانوا هيضربوني وكانوا هيطردوني وكان ناقص عليهم يبهدلوني. عيب يا سونا، غرضك ايه من الكذب ده؟ انت متفق مع ناهد؟ يا ريت، ده سامي اللي اتفق معاها ضدي وطلعت انا كبش الفدا. مسكين، طلعت من مولد بلا حمص. لكن انا عارفه سامي مش فاضلكم، هو الليله عنده اجتماع عند عمه مهم جدا، مساله عائليه ماليه. بيتكم سعيده يا اهلا وسهلا. صبح بيه، اتفضل. ممنون. وينه سامي؟ منه هون؟ طلعت له بالاوضه ما لقيته، نزلت له هون شرح ما تقدم، وين بتفتكري بلاقيه يا شقفه من عصعوسه قلبي؟ انت بتقول ايه يا صبح بيه؟ ما كانش بينك وبينه ميعاد الليله دي؟ بيني وبينه؟ انا؟ يا حيف، صار لي ثلاث ايام ما شفت سحنته. مشغول يا حصرتي لأمة نصيته، مشغول بالدراسة، بالمذاكرة، بالتمرينات، وأكثر وأكثر مشغول فيكي أنت يا حرام الشوم. مشغول بيها؟ ده مشغول بناهد. سونا أرجوك. تفضل استريح يا صبح بيه. ممنون كتير، أنا أوقاتي سمينة. مختصر مفيد اجى له تلغراف من بيو بترجاك تسلمي له هو وقت اللي بيجي كده. ولا قهوه ولا حاجه؟ ماني في حاجه للقهوه، فقط بلاحظ ان وجودي عندكم فجاه كهرب جوكم وهيج اعصابكم وشقلب كيانكم. لا تواخذونا خاطركم. اختم عليك يا سامي. ناديه انا اسف اذا كنت انا السبب في الامك، عن اذنك. استنى انا عايزه اروح معاك. على فين؟ على بيت ناهد. تروحي فين يا بنت والدنيا ليل؟ ماما وحياتك سيبيني اروح عشان افهمه انه كذاب وغشاش ويحنف لي. انت مالك ومالي؟ عقله فاس ويعرف خلاص. مال ازاي يا نينا؟ انا انت ايه؟ كويسين. ما يهمنيش، بس خليكم انتوا معايا. كوكتيل الاريزونا. سامي مش ممكن. سمسم ده احنا اللي نخدمك. العفو يا فندم، انا هنا جرسون تحت امركم. كده طيب، اقعد بقى معانا. متاسف يا فندم، مركزي ما يسمحليش اني اقعد جنب الهوانم. ليه يا سامي؟ اخص عليك، اشرب ده علشان خاطري. ميرسي، ما اشربوش. اسمع كلام الهانم واشرب. حاضر يا فندم. خدها عشان خاطري. حاضر يا فندم. وده عشان خاطري. حاضر يا فندم. وده علشان خاطري. ثاني وده كمان عشان خاطرنا. حاضر يا فندم. حبيبي فيك انا شايفه يا كاس، ما
محتار خيالي محتار خيالي فين وصفو يا كيف بنت عليه في الحب امال وتهنى بالقرب فؤادي ومهما كان حواليا جمال حواليا جمال ما شوفش غير صورته قصادي ده بعده عني ضنمه تجني ما بيرحمش ولا يسألش ما بيسألش ولا يرحمش بخمري هواه مدام يا قلبي بخمري هواه نشوان بتتمنى وجوده حيجرى ايه حيجرى ايه حيجرى ايه لو وقت صفاه قطفت من ورد خدوده قطفت من ورد خدوده ده وصله غاب شاغل لي بال ده وصله غالي غالي شاغل لي بالي بالي ما بيرحمش ولا يسألش ما بيسألش ولا يرحمش بنقطع من قطنا علشان نصرف عليكي. هنيجي نينا مش عايزه اقابله، انا مش هنا، مش عايزه اشوف وشه تاني. ليه يا بنتي بس كده ليه؟ صباح الخير يا صباح النور. عمك جاب لك التليجراف ده هنا امبارح. تليجراف؟ والدكم يصل الاسبوع القادم، عال. هي ناديه لسه مش جاهزه؟ ناديه دي لبست يا ابني من الصبح وسبقتك، حتى اسال هدى مش كده يا بنت يا هدى؟ دي نزلت من الصبح، الستات ما يعرفوش يكذبهم. طيب معلش قولوا لها اني هقابلها في الجامعه، نهاركم سعيد. صباح الخير يا نادية، أخرت ليه؟ وأنت مالك يا باي؟ صباح الخير يا نادية. الله الله الله، إيه أنت مش عايزة تكلميني ولا إيه؟ مش عايزة أشوف وشك كمان، من فضلك اتفضل. ليه يا نادية بس إيه حصل إيه؟ أوه مش عايزة أنت تتفضل، أتفضل أنا. شو بدك يا أزعر؟ شو في كماني؟ ولك شو لك صاحي شو عم بتسوي هون؟ يا أمي مين؟ خي أديب يخرب بيتك ليش جيت؟ رحنا في داهية والذي كان قد كان. صبحي شو عملت أنا بهالثياب المزفرة وهالديوك المحمرة؟ طباخ يا خيي، صنعة في اليد أمان من الفقر
بتعيش من عرق جبيني. فهمت ولا ما فهمت ولا قربت تفهم ولا ان شاء الله عمرك ما فهمت؟ بتعيش من عرق الحلة. ما بصدق عيوني، صبح الحلبوني طباخ. مثل سامي الحلبوني الكرسون. ابني سامي كرسون؟ شو عمال تحكي يا صبحي؟ قطعت عنه المصاري، كيف بده يتم معلومه؟ بيشتغل بالليل وبيدرس بالنهار. بيدرس بكتب الغرام واساطير الهوى. فهمني معنى هالصور الفاضحة. فرجيني تشوف. يخرب بيتك يا سوني، هيدا شغل سوني زميله في الكلية، ومشان هالسبب منعت عنه المصاري. لو كنت بطحي ما بتعمل هيك يا صبحي. ايه واكثر من هيك يا خيي، تعا معي نستقصى عن سر هاللعبة كلها. فوت فوت قصتك انت، فوت قدام مني فوت. يلا. وينو سوني؟ وينو مصورات النحس هيدا منشان اقصف عمره وعمر اللي بظهره؟ سونا بيه لسه نايمة. نامت عليك حيطة انت وهو انت يا سوني. يا سوني يا ابن عم ناهد. لك يا سوني. مالك زعلان كده ليه؟ ايه؟ هما ايه؟ طردوك من الكونتيننتال؟ اوه؟ لا لا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. كنت فين يا حلو غايب عن عيوني الك زمان؟ حضرتك اسم الله مصور فوتوغرافيا فاوي؟ امال ده انا مصورات الجامعة الوحيد. بص بص شوف بص هنا اضحك. بص العصفورة العصفورة اهو. واحد اثنين 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 ثلاثة. شو واحد وشو تنتين وشو ثلاثة؟ اللي هون. ليش بعتها الصور لأبو سامي؟ أنا؟ لا والله العظيم أبدا. سكرت تلمك يا جعيدي. والصدق عم بقول لك. والنبي إن شاء الله ما نجح في الامتحان أبدا، أنا ما بعتهمش. إيه لكن بتظن حق حضرك إنهم راحوا لحالهم يشموا الهوا في لبنان؟ احكي عم بقول لك أحسن بطن أخنق. الحمور. إيه بستين داهية بناقص أضعف من حكايتك. الحمور يا ناس. مين؟ طباخ الكونتيننتال؟ ازاي تمد ايدك على سيدك يا ايه الادب؟ امشي اطلع برا! ما بطلع الا اذا طلعت روحه. انت مش عاوز تطلع برا؟ طيب انا اطلع برا. ما بيخلص من دياتي الا اذا عرفت مين بعت الصور لابو سامي. انا اللي بعت الصور، هتعمل ايه دلوقتي؟ ايه انت يا حي مرقشه؟ وشو قصدك من كل هيدا؟ ليش عملتي هالملعوب يا بنتي؟ عاوز ابعده عن ناديه، عاوزاه ليا لوحدي، لاني بحبه. بتحبيه؟ امال انا ايه يا اختي؟ طرطور؟ شرابة خرج؟ برافا برافا للمقابلات الغرامية، فهمت شو موقفك؟ انا مش عارف لي موقف. بقى تحبي سامي وانا لا؟ اتاريكي بتعملي حفلات وما خل... عيد ميلادك وما خشهاش رجالة عشان انت تستفردي بيه، ها؟ وعلشان خاطر نادر اشوفه معاكي، مش كده؟ اواه من مكر النساء اواه. اسمع يا سونا، انت خطيب اجباري، انا ما حبتكش ومش هحبك ابدا، فهمت؟ فهمت يا قلبت القلب. فهمت انحطاطك ودناءة نفسك. بابا انا ما اسمحلكش تهني قدام الناس. اخلصي. انت بتضربني. كان لازم اضربك من زمان، لكن الحق علي انا اللي ما عرفتش اربيك. فقدتلك الحرية فجنيت عليكي وانت جنيتي على اللي حواليك. لكن الغلطة غلطتي انا، انا اللي اهتميت باعمالي واهنت بيتي. ربيت اموالي وربيتش بنتي، ويا ويل الاب اللي ما يربيش اولاده بنفسه. صبحي بيه، انا مستعد اصلح الغلطة الشنيعة اللي ارتكبتها بنتي بجهلها وطشها. وانت لازم تروحي معايا حالا عند نادية وتعترفي بجريمتك وترجعي لها السعادة اللي حرمتيها منها، فاهمة؟ ينصر رجولتك، هيك بتكون الشهامة يا حشمة بيك على سن ورمح. انت يا سامي شغل شمالك كتير وحاسب من يمينه، قال لو صابتك يمينه روحنا في داهية. طيب هشغل شمالي وححاسب من يمينه. سامي مالك يا سامي؟ سلام، مفيش حاجة مفيش حاجة أبدا. امتلأ الملعب بالمتفرجين. ها هو غالب الضبع بطل الملاكمة بالجامعة الأمريكية يصعد الحلبة فيقابله الجمهور بعاصفة من التصفيق. الجميع يتطلعون له بانتظار ظهور سامي، سامي الملاكم الفذ بطل الجامعة المصرية.
يوه حرام عليك يا بنتي، الجدعان زلوا نفسه انكسرت وبقى مهمل في دروسه وهيخسر ماتش الضرب من تحاصي. اعملي معروف يا نينا، اقفلي الموضوع ده خالص. ليش تقفله؟ نحن جايين منشان نفتحه وعلى مصراعيه كمان. صبحي بيه يا مرحبا، اتفضل. ممنون. قبل كل شيء بقدم لكم اخي البكري اديب بيك الحلبوني، ابو سامي الحلبوني يلي جعلته ناديه، نادي العامريه اسم الله، اجن من الله يرحمه قيس ابن الملوح. يا سلام على كلامك اللي بينقص سكر. حشمت بيك على سن ورمح. ابو ناهد وعم سوني يلي عملوا في نادي وسامي هلا اكثر من اللي عملوا ابليس في ادم وحواء في ذلك الزمان وسالف العصر والاوان. وهلا يا ناديه بدي اثبت لك براءه سامي بالدليل القاطع والبرهان الساطع. مصدقك من غير براهين، كفايه السهر كل ليله بالفراك لوش الفن. حضرتك غلطانه، سامي بيشتغل كرسون في الاريزونا بالليل وبياخد اجرته من الاريزونا بيحطها في الكليه منشان يدرس بالنهار. شو قولتك بقى؟ سامي يشتغل جرسون؟ مش ممكن. يوه يا نيله، وانت ما تدفعلوش المصاريف ليه؟ لاني فقير وغلبان ومحترق مسيني. امال بتعمل ايه في الكونتيننتال؟ مقطوع من مقاطيعه. يعني بتشتغل ترجمان؟ لا بشتغل طباخ حاشاكي. الكلام ده مش معقول يا صبحي بيه، وعلى كل حال دي مساله ما تهمنيش. اسمعي يا بنتي، انا جايب نفسي علشان اعتذر لك عن الاعمال الدنيئه اللي عملوها معاكي ناهد وسونيا، وارجني اني اشوف بنتي وابن اخويا تدفعهم الغيره العمياء لكل ده. انا ملياش دعوه من النبي، هي اللي سلطتني. عفوا يا عماه، كم من جريمه ترتب باسمك ايها الحب العنيد. سونا ملوش ذنب، كان بينفذ اوامري. ناديه، ما كنتش فاكره اني هقف في يوم من الايام قدامك اطلب صفحك وغفرانك. كنت مغروره وطايشه، كنت فاهمه ان بجاهي ومالي اقدر اشتري كل شيء حتى الحب، لكن انت علمتيني ان الانسان بالاخلاص والاخلاق الطيبه يقدر يكسب قلوب الناس. سامي بيحبك يا ناديه، وبالرغم من جميع ما قدرتش احوله عن حبك، وجاي اطلب صفحك واتمنى لكم كل سعاده. ظلمتك يا سامي، سامحني. قوم يا سامي اثبت انك راجل، اعمل معروف. سمعة الجامعة يا سامي. سيبوني سيبوني ارجوكم، انا اسف، مش قادر العب مش قادر العب. هتلعب وتغلب يا سامي. مين؟ نادية. ايوه نادية، انا عرفت كل شيء، سامحني انا غلطانة. سمعتنا كلها بين ايدي يا نادية. سامي روح لكم واثبت لهم انك سامي اللي بتحبه نادية. حوريك يا نادية اني جدير بحبك. اولاد الرينج.